وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 نطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخ جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شافه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني في حساب الغله بتاعت العيال اللي بيلف نصاب. ايه ده يا معلمه؟ انت بتشك في ذمتي؟ لا، على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمه؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حليه. فضل ونعم. هتكون مين يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. غور في 60 دقيقة. انا غور في 60 دقيقة؟ تصدقي ان انت وليا؟ واو 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 وليا واطية. انزراف. اموت من الانحراف. الاستاذ هو اللي هيمسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعة ما ايه قصادي؟ يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرايا يا استاذ، هو العلام فورة تحطولي في نص كوباية مية الشبت وتعلم؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعة من الرعاع والسريحة اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت هتاخد عرقك وبشرف. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم شيخ؟ اصل الواد كان مزده قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان في قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله الله الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم شيخ؟ ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان ماشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم، الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده انت سخنتي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. ها قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا نشتغل رقصه؟ ده منظر رقصه يا بنت. تنيلي، هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام، هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. ها الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمتي مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري. طيب اديني فرصه افكر. فكري يا حلوه براحتك. عموما لو ماشي اديني رن، انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني علمني. يا ست انت عايزه مني ايه؟ قرايه يا استاذ، شويه شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناصر يجي يزعق لك، ولا ولي امر يجي يسبلك. يسبلك؟ في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك؟ طب ها يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قول لي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقتي، عشان يبقى انا وانت والجيدان دالتنا. ما انت ما ينفعش معاك شيطان واحد. وين هنادي يا ماما؟ يا بابا الموضوع مش سهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال، حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت
بحاجة كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبة ان احنا نحس بالمشاعر الانسانية دي؟ لا مش غريبة ولا حاجة، ده وضع طبيعي يا بنتي. اما دام بقينا بني ادمين انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجة غريبة جدا، فيعني ما تقلقوش احنا لازم نبقى متماسكين، اهم حاجة نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له. نتعاهد على كده يا اولاد؟ نتعاهد على كده. نتعاهد على كده. اسمعي بقى يا ست البجعة، الشغل ده ما ياكلش وما ينفعش معايا. يعني ايه الواد يطلع يسرح من طلعة النهار لاخر النهار ما يرجعش غير بألف جنيه؟ ليه؟ ده لو بيسرح بتنشك وحرنكش هيرجع باكتر من كده. ما براحة على عيالي يا استاذ. مفيش حاجة اسمها براحة، والكسل ما بحبوش. طب هد يا عصابك. ما بحبش اللي يقولي هد اعصابك. ومن هنا ورايح الشغل هيبقى تلات فترات، فترة صباحية وفترة مسائية والفترة التالتة وهم نايمين يا رحمي. هيشتغلوا وهم نايمين ازاي؟ زي السكر في الشاي، الوقت ده انا اولى بيه. انت؟ ايوه انا اللي بخطط وبتكتك وانا اللي طورت ادائهم. طورت عليك يا جارة، ما لقيتش عندك زنارة. ايه الكلام الغريب ده؟ ما غريبة للشيطان يا هادي، هدي نفسك كده وما تسيبش نفسك للشيطان. هو انتوا كل حاجة عندكم الشيطان؟ ما تسيبوه في اللي هو فيه. اي مصيبه تتزوج في الشيطان ايه؟ بجنيه. عايز اراضي الشهر يا حبيبي، وخلي بالك انت اللي شغال عندي مش انا اللي شغال عندك. طب اسمعي يا بجعه، ايه الف واو؟ يعني ايه هقاو؟ ده انت بتحلمي. بحق ايه؟ بتحلمي. طب هي هي يعني ايه؟ يا سلام. اسمعي بقى يا بجعه، العيال اللي انت فرحانه بيهم دول خلاص بقوا تحت امري وتحت طوعي. ايه؟ ألف بيت. يعني ايه؟ العب باليه. بقى كده يا هادي، ده تلميذ ياض، انا اللي معلمك على ده دول. انا هوريك، وعلى راي المثل اديك وبكل سهوله، شكلك لسه في سنه اولى. ميت شمعة منورة عليك يا عم الشيخ، كنت بتعمل ايه مع جميلة؟ في الواقع واقع؟ ده انت اللي واقع. قول كنت بتعملوا ايه بدل ما افضحكوا سوا؟ ما تتلمي يا ولية انت يا دون، ده انا ادقك زي التومة بايدي الهون، ياللي ما تنضفيش حتى لو شدوا عليك السيفون. يا نقطة في كوباية، يا بقى التجاري. نقطة في كوباية ازاي؟ تحت امرك يا ست البجعة كله. ايه طلباتك؟ ما تتلمي يا بجعة كده يا حبيبتي وتلمي حنفياتك السايبة. حنفيات؟ شايف يا عم الشيخ؟ عايزة تقول لها لا علاقة بحنفي السباك، يرضيك؟ لا طبعا ما يرضنيش، انا عمري ما اسمع ان انت على علاقة بحنفي السباك. يخليك ليا. بس سمعت انك على علاقة بحنفي بتاع الدش. الريسيفر كان بايظ، كان بيظبطه. ريسيفر؟ اقسم بالله يا بجعة على كل مجرساتي في كل حته. انا هسكت لك يا بنت، مش هرد عليك ولا على فريك لوديكي بيه دلوقتي. الله الله الله، هتقعدوا بقى تسيحوا لبعض في الشارع، ما انتوا الاثنين الخسرانين، سمعتكم هتبقى زفت زياده ما هي زفتين. اهدوا، انت عايزه ايه؟ عايزه ايه يا ست بجعة؟ عايزاك تشرح لي زيها وتركز وانت بتشرح. طبعا لازم اركز، المنهج ده صعب قوي. حاضر يا ست البجعة، حاضر. يا بنتي يا بنتي، كتم العلم خطيئة. اتفضلي، تحب اشرح لك فين؟ تعالى وراي. يا رب توب علينا بقى يا رب. كتم العلم خطيئة؟ ايه العلم في كده؟ جميلة جميلة، انا عارف ان انت بتخونيني هنا مع عمو الشيخ. اخونك ده على اساس انك على ذمتي ولا على ذمتي؟ نفض لنفسك يا جميلة، انا مش فايقه لك الساعات يا عينيا. نفض لنفسك بقى بعد ما تحببيني في قلة الادب تقولي لي نفض لنفسك؟
طب وربنا لا قتله؟ وسع من وشي. قتلك يا عمو الشيخ، انت فين يا عمو؟ اوف اوف، ما تفهمش يعني ايه اوف اوف. انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك، بقيتي ناديه الجندي. عملت شعرك انوشكا وانطلقتي خلاص. ما هو انت يا حبيبي اللي مش عايز تفهم ان دورك معايا خلاص انتهى. لا انا دوري لسه ما انتهاش معاك، انا فاضل لي مشهد معاك هكمله للاخر عشان تبقي فاهم. الشهرة اللي انت فيها دي انا اللي موصلك برجلي. تكونش يا حبيبي فاكر انك وصلتني اول فصل، وده افخم مكان بالنسبه لك انت عارفاه. لا يا حبيبي، انا الشهرة اللي انا وصلت لها دي وصلتها بعرق جبيني، وعارف انا لو شفتك مره تانيه هجيب البودي جاردات بتوعي ويجوا يروقوك، ولا اقول لك انا هجيبهم يجوا لك دلوقتي. انت مش قلتي لو شفتيني مره تانيه؟ رجعت في كلامي، انا جايبه البودي جاردات دول عشان يخلصوني من الاشكال اللي زيك. طب ما بلاش البودي جاردات دول عشان بيروحوا الجيم ولو تفوا عليها يحرقوني. اسم الله اسم الله عليك. ايوه كده يا توت، اخشع واعرف انت بتكلم مين. اخشع؟ انت بتكلمي جمل؟ وعهد الله انا ما اسكت. لا ده انا عرباجي قد كده. انا خلاص تعبت من الناس دي، ارهقت منهم. سلخاوي ملك يا سلخاوي، ده انت كنت تزعل زعل الناس تنام الخوف. انا كل ما بشوف الكتعه دي قلبي بيتقبل. تصدق بقى ان انت حهنون؟ يعني ايه؟ حيوان ناطق. صدق ان انت شبه التلاجة بقى، وانا مش عايز اتكلم بالصبح. يا جماعه احنا لازم ننتقم منهم كلهم. صح يا جميل، ننتقم منهم. يلا ننتقم بينا. ايه الحقني يا بابا. ايه الحقني يا بابا، البجع عايزه تقتلني هاوي علي السريحه. وانت مالك؟ انا البلد كلها بتجري ورايا، بيقولوا لي قال ايه الشعب يريد الفرجه على الطبيعي. وانت يا بابا بتجري من ايه؟ رجاله الحته كلهم بيجروا ورايا، ما اعرفش انا عملت ايه غلط، انا مش عارف. طب هنعمل ايه؟ ما تقلقوش انا معاك، واكيد هيجي لي افكار شيطانيه هتصرف. يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا حبيب قلبي. حبيبه قلبي يا بجع، ازاي؟ اثبت مكانك يا ايه يا جميله. ازيك يا جميله؟ ما تتكلمش معايا يا راجل انت، الراجل اللي ما يدافعش عن نفسه ما يلزمنيش. سلخاوي يا حبيبي، مش ناوي تعمل حاجه؟ لا انا مش هعمل لك حاجه، انا هشعلقك من شعرك الاحمر ده على باب الحاره بس، واركب لك زنبلك كل ما ينشغله راجع مني بتروح ايه؟ ثابته في مكانك، اصبري. ما تعرفوش بقى انا ممكن اعمل ايه؟ ما هي ناقصاك انت كمان، هتعمل ايه حضرتك؟ هقعد اتفرج عليكم. بس كل واحد يقف مكانه، انتوا مش عارفين احنا مين اساسا. انا ابليس ودول ولاد الشياطين. خاف يا دي يا جميل. يامي 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 يامي، احنا هنوع من الرعب دلوقتي. ايه ده، انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ خوفوهم يا اولاد، برقوا لهم، ارعبوهم. يا جماعه ابليس ذنبه ايه؟ ابليس ذنبه ايه؟